سعيدة أشوفك على الفيديو، وسعيدة جدا السفر بتاعها وجات معايا عشان تاخد القصر بتاعي، ربنا يفتحها ليا. كل صحابي دول أنا بحبهم وأقرب ناس الفيديو. افتتاح البومك في عيد ميلادك النهارده، ففي مناسبتين جميلتين يعني. والله يعني الفكره ان انا كان نفسي ان انا اعمل افتتاح البومي وعيد ميلادي في يوم واحد، وفعلا جت صدفه بحته ان البرومو بتاعي خلاص نازل يوم الوقفه، فطبعا دي مناسبه حلوه، والالبوم يوم السبت يعني، فالموضوع جه معايا كده. كلمينا بقى على الالبوم بتاعك، وتعاونتي مع مين من الشعراء؟ مع الشعراء والملحنين. تعاونت مع كريم محسن، تعاونت مع موج سعيد، محمد نور، تعاونت مع السيد علي، احمد علي الدين، احمد شفيق، احمد عادل، احمد يوسف، كتير قوي اصلا. طب الاغاني كم اغنيه؟ هم 12 اغنيه. استخدمتي بقى فيها ارتام ايه؟ هل ارتام سريعه ولا؟ بص، هي بتتكلم عن موضوع البنت شخصيتها قويه، وفي نفس الوقت هي حاجات اكترها ستايل وهوس بيناسب سني، حاجات يعني كده فرايحه، مش بحب الزعل ابدا ولا الحزن يعني. طب عاوزين بقى نسمع حاجه حتى كده. حلو حياتي طول ما انت معايا، احلى حكايه عايشاها معاك، عمري بحاله راح اعيش وانا جنبك، طمن قلبك هفضل وياك. ريهام، اختارك للتوقيت ده كان مناسب بالنسبه لك في عز الاوضاع اللي فيها في مصر، ولا كان في تسارع شويه؟ لا، مفيش تسارع خالص، الناس كلها بره والناس كلها مبسوطه، والناس كلها بعد الفطار بتنزل وبتنبسط وبتغير جو، وكمان بتتسحر بره، فهو ده الوقت المناسب. انا شايفه ان هو ده الوقت، لان في العيد كله بيسافر، فمش هتقدر تجمع حد ابدا يعني، من دلوقتي اصلا في ناس كتيره مسافره، فده انسب وقت. انت كنت دايما بتنزلي اغاني سنجل، المره دي اخترت ان انت تكون اكتر تنويعا في الالبوم بتاعك. كلمينا عن التنوعات اللي موجوده في الالبوم، يعني اسماء الاغاني مثلا اللي اخترتي. اجمل ما فيك، اخيرا، هنساه، لو ليك نصيب، هبدا من جديد، مش محتاجه لحد، كلها تمرد يعني. ايوه كفايه كده عشان انا فعلا ناسيه. ماشي، الف مبروك يا ريهام، وان شاء الله نجي لك بقى ونبارك لك بنجاح الالبوم. تسلم يا ياسر، شكرا.